لطالما أخاف هذا التمساح سكان إيلانوس، تلك السهول التي تجمع كولومبيا بفنزويلا. في عائلة التماسيح إنه من الأكبر في العالم، يصل طوله إلى 7 أمتار ويمتلك 68 ضرساً حاداً، ويعتبر من أحفاد الديناصورات. هذا الحيوان الذي يقدره تجار الجلد لجلده الناعم مهدد بالانقراض قريباً بعدما عاش على هذه الأرض ملايين السنين. مع بداية القرن الماضي الطلب على جلد التماسيح من أجل استعماله في المنتجات الفاخرة، إضافة إلى التقلص الدراماتيكي في المساحات الملائمة لعيشه نتيجة التصحر في السنوات 40 الماضية، كل هذا وضع التماسيح على شفير الانقراض. هذه المشاهدة من الجو خير دليل، فأنهار الأورينوك في شمال شرق كولومبيا فقدت الأدغال التي كانت التماسيح تلجأ إليها، وقد لا يبقى أكثر من 800 منها مقابل مئات الآلاف في الستينات. ومع ذلك يمكن الاعتماد على ميشيل لاكوست صاحب التمساح كعلامة تجارية، والذي سيقدم 150 ألف يورو لدراسة كيفية الحفاظ على هذا الحيوان. التمساح أعطانا الكثير، ووالدي لقب بالتمساح كلاعب تنس، وإذا أردنا أن نرد جميله يجب ألا نوفر فرصة لذلك. يشارك لاكوست في تمويل حملة حافظ على شعارك الفرنسية، ما يسمح للشركات بالحفاظ على الحيوانات التي تتخذها شعارا، حملة تسويق جميلة قد تسمح ربما لهذه الحيوانات الصغيرة أن تبقى حية وحرة.